بث تلفزيون البحرين برنامجا خاصا حول سياسات قطر المعادية لمملكة البحرين، حيث تطرق إعلاميون وسياسيون إلى الممارسات غير القانونية التي تنتهجها قناة الجزيرة القطرية تجاه المنطقة بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة. وفي هذا الصدد أكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أكدت أن مملكة البحرين دائما ما تفخر بالإنجازات التي تحققها المرأة في مختلف دول العالم. دائما النهج الذي ننتهجه أن إحنا نفخر ونتشرف بأي إنجاز يحرز من قبل المرأة سواء على المستوى الخليجي أو العربي، ونساند ذلك ونعاضده. خلاف ذلك، لما أنتي تضرب لي مثل لأي دولة أو أن أنت تهدف البحرين نساء يعني ومكانتهم في البحرين لمجرد تحقيق غايات دنيئة أو لوقف مسيرة تنمية البحرين في هذا الجانب، إحنا دائما الصد المنيع لنا لمثل هذه الادعاءات الواهية هي إحصائياتنا، مؤشراتنا الدولية والوطنية، مدى تقدمنا، ماذا أحرزنا، ونجعل كل ما من يلهث وراء هذه القافلة ينشغل بتلك الأمور التي هي أساس إخفاقه في التنمية في بلده. اليوم إحنا يهمنا أن أي امرأة في الخليج بصفة عامة وكذلك في قطر كما أشرت أن يكون هناك تشريعاتهم تواكب على الأقل للمستوى الأدنى للتشريعات التي إحنا وصلنا لها في البحرين. اليوم إحنا لا توجد عندنا أي أمور مرتبطة في تقييد السفر أو حرية التنقل أو العمل أو مباشرة أي من حقوقنا الأساسية سوى القانون، وكما أسلفت نحن مقيدين بأحكام الشريعة الإسلامية التي أساساً اعتبرناها مصدر من مصادر التشريع في مملكة البحرين. فخورين بما أنجزناه، وسنكون دوماً يعني في مواجهة من يحاول بالادعاءات المرسلة أن يحاول أن يضلل تلك المعلومات الرسمية